السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. مرحبا بكم متابعي إبداعات تطريز مع مريم. كنتمنى إن شاء الله أن هذا الفيديو هذا يلقاكم بأحسن الأحوال وبصحة جيدة. إذا اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الرشمة أو واحد الشكل ديال الوردة، خصوصا اللي غادي يبقى يتخدم في الجدارب ديال البرد. يعني هذا الموديل هذا غادي يكون غير هكا خفيف في الجنب، لان الاغلبيه ديال الجدارب ديال البرد في هاد الموسم هذا كتكون غير طريزه خفيفه هكا في واحد الجنب فقط. اذا نمشيو مع رشمه. هنا غادي نخدم باللون الغوص، وغادي ندور ليه السق اللي صاري. يعني انا غير دخلت هاد الالوان. الله اكبر، صلاه العصر. ما اي وحده ممكن انها تخدم بالطريقه اللي بغات. اذا ان شاء الله غادي نبداو الخدمه، هي الاولى نبداو البرده. اذا اولا انا كنشكر دائما المتتبعات الغاليات اللي دائما مدعميني ودائما يعني كيشجعوني بالتعليق ديالهم بالكلام ديالهم الطيب، وكنحيي يعني السيدات اللي دائما هما كيصيفطوا لي غير اوديوات هكا في الواتساب، تيقولوا لي حنا مريم راه ما كنعرفوش نكتبوا، يعني كيصيفطوا لي غير اوديوات. يعني كنحييهم وكنشكرهم بزاف 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 بزاف، وكنرحب بالمشتركات الجديدات. الحمد لله القناه ديالنا غاديه وكتوسع، يعني كتولي عائله كبيره ان شاء الله. نتمنى ان دائما كل واحد كيزور القناه ديالي يلقى فيها افاده في مجال فنون التطريز. اذا نبداو الخدمه ديالنا، هي الاولى. اول حاجه غادي نخدم بالسق اللي هو الاول، ندير الخيط خيط صاري. اذا خصوصا هاد الايام هادي ديال البرد، النهار ما فيه والو، يعني الخدمه كتكون فيه واخا يعني كتكون فيه الخدمه خفيفه، لا من ناحيه الجهد ما تيكونش عندك داك الجهد باش تجلسي، والنهار تيكون صغير بزاف. يعني يلاه كتكون عندنا الخدمه كنعتمدوا على الخدمه ديال الليل بزاف، ماشي الخدمه ديال لان كيروح النهار بكري. المغرب دابا راه 7 كيظلم عندنا الحال على حسب كاع التوقيت اللي حنا دايرين، يعني 7 صافي راه بدا الظلام. وبالنسبه للاخت اللي دائما كتحت عليا باش نصور ليها الروتين، يعني الروتين ديال العمل ديالي، اولا الروتين غادي يجيني صعيب باش نصوره لان تيبغي مجهود. يعني خصوصا اي وحده غادي تصور الروتين ديالها تيكون صعيب، يعني خصنا نهار كامل تهز الكاميرا. بالنسبه للروتين، لان هي عندها وليدات صغار، بالنسبه اي وحده عندها وليدات صغار وجالسه في الدار كتخدم، هذيك راه ما عندهاش وقت لا للشغل ديال الدار لا للخدمه ديال الخدمه هكا الا عندها الصناعه كديرها. يعني كتمشى مع هكا الوقت اللي تيكون عندها، يعني ما مشطوناش، خصوصا اللي عندهم تربيه صغيره، يعني ما لا يمكن انها حتى فملي كتشد شي خدمه تخدمها صعيب باش تحدد الوقت اللي امتى غتكملها الكليانه، لان هذاك الدري الصغير ولا ديك البنت الصغيره اللي كتكون عندك يعني كتدي المجهود ديالك وكتدي يعني كتبغي وقت. واش انت راس الى مريضه ليك وسهرتي معاها بلي، واش باقي غيكون فيك الجهد باش تخدمي؟ يعني الواحد دائما يحاول ما امكن يدير لراسو وقت، خصوصا اللي عندهم الدراري صغار. اما السيدات اللي عندهم يعني الدراري ديالهم كل الدراري ديالهم يعني كبروا وما كيحتاجوش ديك العنايه، يعني هذيك الشغل ديال الدار، هذه هي كدير كدير كتنظم وقتها، كتعزل الوقت الخاص ديال الخدمه والوقت الخاص للصناعه ديالها. اذا ان شاء الله اول حاجه غادي ندور هاد العروج هادو، غادي ندورهم بالسلسله. هاد السلسله هادي غادي ان شاء الله تجي سهله للمبتدئات لانها ما صعيباش. اذا غتبعوا معايا ان شاء الله خطوه بخطوه وغادي نمشيو مع الخدمه ان شاء الله. اذا غادي نبدا هاد الورده. اولا هي ورده خماسيه، انا راني قسمتها هكا على النص. اول حاجه غادي ندير غادي نطراسي هاد السبوله هادي، الخدمه هي الاول. ردوا معايا البال هاد السبوله هادي، يعني كتخدمي الدقه الاولى كتدوري المرمه باش تجيبي الدقه الثانيه على الوسط ديال هاد الطريقه كتجي الشكل ديال السبوله. بقيت ديري دقه دقه، يعني شوي
بالنسبه اللي عندها هذا الموتور هذا اللي كنقصوا فيه السرعه، دابا انا راني نقصت السرعه على 500، غتشوفوا يعني غيجيكم سهله، غتشوفوا الطريقه باش غنخدم. كنحبس ونزيد ندير الخلطه، يعني دائما كنقول لكم انا بالنسبه لي الله بادين تعلم هذا الموتور هذا، راه فرصه لاي بنت باغيه تبدا تعلم ديال الطرز. واخا كاين الاغلبيه تيقول لك لا حنا يلا خدينا ما كنا غادي تجينا صعيبه باش نبدل الموتور، يعني تحاول ما امكن تصبر في ديك 700 درهم وتبدل الموتور ديالها باش غادي تعلم. دابا غادي نرد السرعه ديالو حتى 1700، انا دائما خدامه على 1700 هي اللي كتجيني مزيان، لان حتى عندك يعني ملي كنتقل في السرعه ديال هكا ما كتجينيش الطرزه مزيان، يعني انا ولفت هذيك السرعه. يعني دابا الحمد لله بالنسبه لهذا الموتور هذا راه سهلت تعلم بزاف البنات اللي باغيين يتعلموا فيه. هنا راه تشد ليا هذا ديال السورجي، انا كنخدم السبوله كندير الدقه الاولى درت بهذه الطريقه هذه غادي تشوفوا، غندير كنجي كنضرب في النص ديالها انتما كيما كتلاحظوا كنجي بحال الشكل ديال الطفيره. لا انا كنخدم الدقه الاولى ومن بعد كندور الماكينه، يعني غير شويه بشويه باش نخلي الورقه باش بهاد السلسله هذه نخلي الورقات تاخد الشكل ديالها كيما مرشومه. وبالنسبه للبنات اللي كيتعلموا يعني الورده اللي كتجيهم صعيبه يميكوا عليها ويبداو ورده اخرى، باش خاص غير تخفف المرمى في يديكم، يعني اي مبتدئه ملي كتخفف المرمى في يديك صافي راكي اي حاجه كتبغي تخدميها كتجيك سهله. إذن هاد الدائرة هادي يا إما غديري هاد الدائرة اللي غادي تجي بتضوى المرمى، يا إما كدوري عادي يعني على حساب المستطاع اللي عندك، على حساب يعني التعلام ديالك فين وصل، واش انت استطعتك أنك تدوري أو لا. يعني ممكن تخدمي بهذه الطريقه اولا تخدمي بديك الطريقه العاديه اللي كنديرو، حتى
هي راه مزيانه يعني، على حساب غير التعلم ديال اي وحده والتحكم ديالها على الماكينه. اذا هنا غادي نحاولوا، هنا درت فيه واحد جوج ثلاثه اربعه، يعني درت هكا سبوله ثلاثه على اليمين ثلاثه على اليسار، والوحده كتكون المركز ديال هكا ديال الورقه. اذا غادي نبدا ان شاء الله. والورقه حنا راه فرقناها بقلم الرصاص، يعني درت عليها خط باش ما نفوتوش. هنا غير كنوسع العراض وكنخليه يعمر. اذا هانتوما كتشوفوا الطريقه باش عمرتها، راه سهله. ثم تشوفوا الثانية، يعني راه ما كنحركش المرمى نهائيا. هانتوما غتشوفوا، كنبقى ديما في نفس البلاصه، يعني بحال الضربه ديال الدقه، وكنخليها تعمر، نخليها تعمر تكون بومبي. اذا هذه هي، هذا هو الشكل النهائي ديال الورده ديالنا. ممكن اننا نحط عليها غير هذه العقيقه هذه بحال هكا،